ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع الوحدة الأولى بداية من صفحة 41. الجزء الخاص بـ Language اللغويات بيكلمنا هنا. الجزء الخاص باللغويات بنتكلم عن استخدام ظروف التكرار في الماضي، بسأل عن تكرار حدوث الفعل في الماضي، يعني تكرر الفعل ده كم مرة في الماضي. أول سؤال بيقول هنا choose اختر the correct answer الإجابة الصحيحة رقم واحد. How not did you do something to help your community؟ عايز يقول له يعني كم مرة انت بتقوم فيها بفعل شيء او بتعمل شيء معين عشان ان انت help، يعني عشان تساعد your community، عشان تساعد المجتمع اللي انت عايش فيه. رد عليه هنا في الاجابة وقال له always، يعني دائما. طالما جاب لي في الاجابة ظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال كان ايه؟ كم مرة؟ عايزين نقول هنا كم مرة. how far يعني كم المسافة او كم البعد. how often يعني كم مرة او كم عدد المرات. how many يعني كم العدد. how much بسأل بيها عن الايه؟ عن السعر او الكمية. كم السعر او كم الايه؟ الكمية. انا عايز اقول كم مرة انت بتعمل فيها حاجة بتساعد فيها المجتمع بتاعك. هنا رد عليا وقال لي always، دايما بعمل حاجات بساعد بيها مجتمعي. يبقى كم مرة يعني how often، كم ايه مرة. رقم اتنين I not up late in the last summer vacation. عايز اقول هنا من المعتاد يعني انا بستيقظ متأخرا في الاجازة الصيفية الماضية، الاجازة الفيكيشن اللي هي العطلة او الاجازة في العطلة الصيفية الماضية. طب نشوف كده عندي هنا usually get ولا عندي هنا get often ولا got often ولا usually got. طالما جاب لي last summer الصيف الماضي بيكلمني عن الماضي. طالما انا عندي هنا بتكلم عن الماضي اذا get في المضارع مش معانا، وبرضو اللي فيها get دي برضو مش معانا في المضارع. يبقى هنختار يا اما got often يا اما usually got. هنختار مين فيهم؟ انا عندي ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الاساسي، يعني بيجي لي هنا في الاول كده قبل الفعل الاساسي بتاعي، لكن هنا جاي بعد الفعل الاساسي، يبقى كده الترتيب خطأ. يبقى I usually got up، انا عادة كنت بستيقظ ليت متأخرا in the last summer vacation في العطلة الصيفية الماضية. رقم ثلاثة بيقول لي هنا ايه؟ in the summer في الصيف او في اجازة الصيف in the summer vacation في العطلة الصيفية I not helped my family. عايز يقول يعني انا ايه بساعد my family العيلة بتاعتي. I ever بمعنى سبق او من قبل اصلا، ودي بتجيلي في السؤال. don't و didn't الاتنين عايزين بعدهم فعل في الايه المصدر، عايزين فعل في المصدر، وانا عندي الفعل بتاعي في الماضي في التصريف الثاني. يبقى I always helped my family، انا دايما ساعدت او كنت بساعد عيلتي. بعد كده عندنا السؤال الرابع هنا بيقول I not watch television، يعني اشاهد التلفزيون on school days في ايام الايه؟ في ايام الدراسة. عايز اقول يعني طبعا هنا كله عندي من فهو في الاجابات. عايز اقول انا ما بشاهدش التلفزيون في ايام الايه؟ الدراسة. جايب لي هنا اول اختيار wasn't often ولا didn't often ولا often doesn't ولا am not often. انا عندي ظرف التكرار اصلا بيجي لي بعد، ظرف التكرار بيجي لي قبل الفعل الاساسي وبعد verb to be. بيجي لي ظرف التكرار بعد ايه؟ بعد verb to be، تمام، وبيجي لي قبل الفعل الاساسي. يبقى انا هنا عايز اختار ايه؟ انا اصلا عايز اقول انا لم اعتاد ان، او انا غالبا يعني لم اشاهد التلفزيون في الماضي. يبقى عايزه ان فيها بقول didn't وبعد كده ظرف التكرار وبعد كده المصدر. يبقى ترتيبي للنفي بجيب الفاعل وبعد الفاعل didn't، بنفي ب didn't في الماضي، وبعد didn't بجيب ظرف التكرار، وبعد ظرف التكرار بجيب الفعل الاساسي بتاعي. انا عندي الفعل الاساسي watch. يبقى I didn't often watch television، غالبا لم اشاهد التلفزيون in school days في ايام الايه؟ ايام الدراسه. السؤال رقم 5 بيقول هنا last summer في الصيف الماضي I usually not games on my mobile phone. عايز يقول يعني انا عاده بلعب كده الالعاب على الهاتف المحمول بتاعي. قال لي هنا last summer بالصيف الماضي، يبقى هنا بيكلمني في زمن الماضي البسيط، وفي زمن الماضي البسيط مع اي فعل انا بجيب ايه؟ بجيب التصريف الثاني للفعل.
التصريف الثاني للفعل playing، الفعل مضاف اليه الاي ان جي، plays الفعل وبه الاس، play كده الفعل في المصدر، played يبقى كده الفعل في الايه، في الماضي. I usually played يعني عادة كنت بلعب الالعاب on my mobile phone على هاتفي المحمول. رقم 6 how often did you not your town، عايز يقول هنا كم مرة انت غادرت فيها your town المدينة اللي انت عايش فيها، سبت المدينة كده وغادرتها كم مرة. يبقى عندي هنا how often كم مرة، دي رقم 1 في ترتيب السؤال. رقم 2 ادي الفعل المساعد. رقم 3 ادي الفعل مع عدد لابد ان يأتي الفعل في المصدر. leaving فعل مضاف له ing، leaves الفعل مضاف له الاس، هنا left الفعل في الماضي يبقى leave يعني يغادر. كم مرة انت غادرت فيها الايه المدينة، يغادر. رقم 7 واللي هنا she not helped with the housework so mom was proud of her، عايز اقول هنا هي يعني ايه يعني بتساعد في هاوس وورك اللي هي شغل البيت يعني او الاعمال المنزلية، بتساعد في الاعمال المنزلية، لذلك او كان نتيجة لكده مام الام was proud of her يعني كانت فخورة بيها. الام هتكون فخورة بيها ايه؟ she ever احنا قلنا بتيجي في السؤال always دايما بتساعد في شغل البيت دائما، ولا نيفر ابدا ما بتساعدش في شغل البيت، ولا عندي هنا don't اصلا ما تنفعش، لان don't ما تنفعش اول حاجه عشان شيء مفرد، تمام. تاني حاجه لان don't بيجي بعضها مصدر وhelp جاي في التصريف التاني، فدي مستبعده تماما. هختار always ولا نيفر. تعالوا نشوف المعنى طالب ايه. عايزين نقول هنا هي دايما بتساعد مامتها في اعمال المنزليه عشان كده مامتها فخوره بيها، ولا ابدا ما بتساعدش في الاعمال المنزليه؟ طبعا دايما بتساعد، لذلك او كان نتيجه لذلك مامتها بتكون proud of her فخوره بيها. رقم 8 I know I felt lonely، عايز يقول ايه ان انا اشعر lonely بالوحده because I had a lot of friends، انا عندي اصدقاء كتير. طيب هنا بيقول انا عندي اصدقاء كتير، يبقى انا usually عاده كنت بشعر بالوحده ولا always دائما بشعر بالوحده، ولا never ابدا لم اشعر بالوحده عشان انا عندي اصدقاء كتير، ولا didn't مستبعده تماما لان عندي هنا فعل في الماضي وdidn بيجي بعدها الفعل في الايه، الفعل في المصدر. يبقى هقول ايه بقى، هختار اي ظرف من دول. المعنى طالب ايه، بيقول ايه انا ايه اشعر بالوحده، انا عندي اصدقاء كتير، يبقى انا ابدا لم اشعر بالوحده لان انا عندي اصدقاء كتير، هختار never. رقم 9 my dad not busy in the evening on sundays، عايز يقول هنا بابايا بيكون مشغول في المساء ايام، في مساء ايام الاحد. يبقى عندي هنا my dad ايه مفرد، تمام. لو عندي my dad مفرد يبقى عندي اللي فيها where دي مستبعدة تماما. هنختار ايه was usually ولا often was ولا usually was. انا عندي اصلا ظرف التكرار بيجيلي قبل الفعل الاساسي لكن بعد verb to be، ظرف التكرار بيجي بعد verb to be يبقى هنا الترتيب خطأ، ظرف التكرار بيجي بعد verb to be يبقى هنا الترتيب خطأ. يبقى الترتيب اللي صح مين، وهي مفرد لان my dad مفرد، يبقى was usually، بابايا كان عادة بيكون مشغول يعني في مساء ايام الاحد، يبقى was usually كان عادة. رقم 10 هنا I went to the library he did that 3 times a week، عايز يقول هو ايه ان يعني يذهب او ذهب للمكتبة، هو did that او هو قام بعمل كده 3 مرات في الاسبوع، بيروح للمكتبة 3 مرات اسبوعيا او 3 مرات في الاسبوع. يبقى هنا he never هو ابدا، ده هو بيقول لي 3 مرات، sometimes ولا احيانا، ولا always دائما، ولا ايفر سبق او من قبل. طيب انا هختار مين، بيقول لي 3 مرات في الاسبوع والاسبوع 7 ايام يعني احيانا، يوم يروح ويوم لا، يبقى هنقول هنا sometimes احيانا. رقم 11 نقط did they play football، قال له they usually played football، عايز يقول له يعني كم مره هم بيلعبوا كره قدم. طالما جاب لي ظرف من ظروف التكرار في الاجابه يبقى بيسال وبيقول هنا ايه كم مره. how much يبقى كده بيسأل بيقول كم السعر او الكم او كم الكمية. how long بيسأل هنا عن المدة. how بمعنى كيف او كم. how often بمعنى كم مرة، يبقى كم مرة هو بيلعب فيها كرة القدم، قال له هنا هي او هما بيلعبوا فيها كرة القدم، قال له they usually played football عادة بيلعبوا كرة القدم. طالما جاب لي ظرف من ظروف التكرار في الاجابة بعرف ان السؤال بتاعي بايه، بhow often.
رقم 12 how often كم مرة you ride your bike when you were little، كم مرة انت رايد بتركب فيها الدراجة بتاعتك when you were little لما كنت ايه صغير في السن عندما كنت صغير. يبقى عندي هنا طالما قال لي when you were little لما كنت صغير يبقى الزمن بتاعي في الماضي، طالما الزمن بتاعي في الماضي باخد الفعل المساعد ايه، الفعل المساعد اللي عندي doing ولا do ولا does، ده كله مضارع طبعا. هنختار ايه؟ هنختار الفعل المساعد did في الماضي. جايب لي الصفحة اللي بعد كده صفحة 42 complete the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word or words بالكلمة او الكلمات in brackets اللي بين الاقواس. رقم 1 I not books in the library، عايز يقول يعني عادة انا كنت بقرأ الكتب في المكتبة. عندي هنا جايب لي الترتيب، يعني جايب لي الترتيب هنا بالخطأ، دايما ظرف التكرار بيجي لي قبل الفعل الاساسي، يبقى انا هجيب always الاول وبعد كده الفعل بتاعي، يبقى انا هبدل ما بينهم، بدل read always هتبقى always read، always الاول ادي ظرف التكرار بتاعي وبعد كده read دائما كنت بقرأ. رقم 2 how not did you do something to help your community، كم مرة انت بتعمل فيها حاجة عشان تساعد المجتمع اللي انت عايش فيه؟ قال هنا always يعني ايه دائما، طالما الاجابة عندي بظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال كم ايه، كم مرة، وعايز اقول هنا كم مرة او كم عدد المرات، يعني how often، كم مرة او كم عدد المرات. رقم 3 I often to other shops to buy things that my parents needed، عايز يقول غالبا يعني انا كنت بذهب للمحلات الاخرى عشان اشتري الاشياء اللي بابايا ومامتي needed يعني احتاجوا لها. يبقى عندي هنا انا الكلام بتاعي في الماضي، يبقى انا عايز التصريف الثاني من جو، التصريف الثاني من جو وهو went، I often went دايما كنت بذهب لمحلات تانية اشوف الحاجات اللي بابايا ومامتي عايزينها. رقم 4 how often did you not to the museum، كم مرة انت بتذهب فيها الى الميوزيوم الى المتحف. عندي اول حاجة how often ادي كلمة الاستفهام، بعد كده في الماضي ادي الفعل المساعد did، رقم 3 ادي الفعل، بعد كده مع did لابد ان يأتي الفعل في المصدر، بحذف الاي ان جي وارجع الفعل الاصل وهو go. رقم 5 I not online at home in the evening، عايز يقول يعني احيانا كنت بذهب او كنت هنا went online يعني بتصل بالانترنت في البيت في المساء، في المساء كده كنت بتصل بالانترنت. عندي هنا جايب لي الفعل قبل ظرف التكرار، المفروض ان انا هبدل، هجيب sometimes الاول وبعد كده بجيب ايه، بجيب هنا الفعل بتاعي، يبقى انا ببدل ما بينهم وبين بعض، يبقى بدل ما بقول went sometimes هقول sometimes went، لازم ظرف من ظروف التكرار الاول. عادة انا كنت ايه وانت يعني كنت بذهب. رقم 6 I not part in the school concert، عايز يقول انا took part in، took part in يعني ايه انا كنت بشارك عادة، كل انا هعمله برضو جايب للفعل الاساسي الاول، ظرف التكرار بيجي بعد الفعل ايه، بيجي بعد الفعل الاساسي، يبقى ظرف التكرار هنا جايبه لي بعد الفعل الاساسي انا هبدل، يبقى ظرف التكرار بيجي لي اصلا قبل الفعل الاساسي هتبقى usually، talk انا عندي talk part in يعني شارك عادة، انا شاركت في the school concert اللي هو الحفلة الموسيقي المدرسي، الحفل الموسيقي بتاع المدرسة، يبقى أنا هنا جبت ظرف التكرار وبعد كده إيه الفعل الأساسي بتاعي. رقم 7 هي نقط came first يعني عايز يقول هنا إيه إن هو يطلع الأول أو إن هو يحصل على المركز الأول. he never lost a race هو أبدا عمره ما lost a race يعني عمره ما خسر السباق، عمره ما خسر السباق، مفيش ولا سباق خسره، يبقى هو ايه ابدا ما بيطلعش الاول او ما بيحصلش على المركز الاول، ولا المعنى طالب ايه؟ طبعا المعنى طالب always دائما، يبقى هو always
هو دائما came first، بيطلع الأول أو بيحصل على المركز الأول. he never lost a race، أبدا عمره ما خسر أي إيه أي سباق. رقم 8 they not watch TV late because they slept early every day. عايز يعني يقول هنا هما شاهدوا التلفزيون متأخر لأن هما slept يعني ناموا early مبكرا every day، كل يوم بيناموا مبكرا. يبقى هما دايما بيشاهدوا التلفزيون متأخر ولا أبدا؟ طبعا أبدا عمرهم ما بيشاهدوا التلفزيون متأخر لأن هما بيناموا early، بيناموا إيه مبكرا. يبقى المعنى طالب never، بشوف المعنى طالب ايه وبستخدم ظرف التكرار ليتناسب مع المعنى بتاع الجملة. رقم 9 نقط did you help out at home، عايز يقول يعني كم مرة انت help out يعني بيقدم المساعدة، كم مرة انت بتقدم المساعدة في البيت. قال له sometimes احيانا، طالما جاب لي ظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال هنا كم ايه كم مرة، كم مرة يعني ايه يعني how often يعني كم ايه كم مرة how often. رقم 10 يرواز نقط ميسي، ميسي يعني فوضوي. she never organized her room، هي ابدا عمرها يعني ما ايه بتنظم الأوضة بتاعتها. organized يعني ينظم، عمرها ما بتنظم الأوضة بتاعتها، ابدا ما بتنظمش الأوضة بتاعتها او هير بوكس، ما بتنظمش الكتب بتاعتها. يبقى هي دايما بتكون فوضوية يعني بترمي اي حاجة كده في اي حتة. يبقى المعنى طالب دائما. يبقى يارا was always، يارا كانت دايما، ميسي فوضوية بترمي اي حاجة في اي حتة. she never organized، عمرها ابدا ما نظمت هير بوكس الكتب بتاعتها.